السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو رح نأخذ درس تركي للصف الثالث تركيا أتنج صنف المرة الماضية وصلنا عند المتين بعنوان هذا بعنوان بولوشلار الاختراعات الاختراعات بولوش بير شيءين ده فارقلا بشكل مختلف يعني في يني بير شكل ده بشكل جديد يابل ماسى gelir. جلير يعني البولوش تجي بمعنى عمل شيء مختلف بطريقة جديدة شيء مختلف عن الشيء السابق بطريقة جديدة بعض بولوشلار هاي تمز دهارة هات هالي جتيرير يعني بعض الاختراعات بتخلي حياتنا خلت حياتنا أسهل يضا سالو ساغلمزا كاتك كات كدا بو لونور يعني ساهمت بصحتنا. بعض لارا يسأ وذق لارا دها هزل جيت ميزي صاغلار يعني قدمت لنا بعض الاختراعات كمان قدمت لنا خلينا نقول فرصة لحتى نوصل لما أماكن أبعد وذق لارا أماكن أبعد بسرعة. باشكا إنسان لار لا يلتقيهم كورما olan لارمز geliştiren buluşlar da vardır. يعني بعض ال الاختراعات خلّ حسنت خلينا نقول حسنت إمكانياتنا إمكانياتنا بإقامة العلاقات أقوى مع غيرنا مع باقي الناس. حياتنا كلا يلشترران

عن طريق خلينا نقول الدهرجي يعني عن طريق الدهرجي بيحسن ينقل رسالات هذا الحكي قبل اختراع الدولاب اردن دان دا تكرليغي بولدو لار أولاشمن ilk adımını بو أولدو بعدين تم اختراع الدولاب وهذا كان الخطوة الأولى في عملية النقل خطوة أولى في عملية النقل إذا هذا بالنسبة للاختراع الأول اللي هو اختراع الدولاب هون الاختراع الثاني اللي هو بدي لنا عن بلاستيك بلاستيك بلاستيك, بلاستيك فابريكا لاردا كيميا سال مادة üretildi, üretildi, yani intaj, temintaj, plastik an tariq el muadil kimyai, kimyasal an tariq el muadil al kimyai. Sert olmasını karşın, karşın şekil verilmesi kolay olduğundan el e, bir buluştur, bir buluştur. Ma ennu maddi qasi illa ennu لأنه اختراع مناسب لأنه من السهل تشكيله من السهل تشكيله لما بيكونه طري من السهل نحن نحط نعمله بالشكل اللي بدنا إياه يعني بوقتنا الحالي يعني كل كلان دغمز بيك توك شيء بلاستيك ياب مشتر يعني بوقتنا الحالي بكتير أشغالات نحن نستخدمها مصنوعة من البلاستيك إذا هذا هو الاختراع الثاني اللي هو بلاستيك Hometi hikki na ictirai buz dolap buz dolap bu icad edilmeden önce kabl ictirai buz dolab bil rad veya telaci icakler büyük buz büyük büyük buz kütlelerinin içinde serin tutlu tutlu tutul تو تو لوردو تو, تو لوردو يعني تم كان يتم قبل اختراع الثلاجه او البراد كان يتم حفظ الـ 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 الاغذيه خلينا نقول ضمن قوالب بوز كبيره قوالب بوز كبيره بوز دولابو ييجيك و ايتيجيك لري سيرين تو دها تازه كال كال يعني اختراع الثلاجه او البراد شو قدم قدم انه هو خلى الاكل والمأكولات الأكل... الأكل... والمشروبات الأكل... تضل بارده وبالتالي تم تازة تضل تازة. هلا هون الاختراع اللي بعده عم بيحكي لنا عن التلفزيون تلفزيون يثبütün دنيادان görüntüleri ve sesleri evlerimize taşiyarak öğrenme ve eğlenmemiz mezi sağladı يعني شو قدم لنا التلفزيون انه نقل اه صوت وصورة الناس كلها بكل الدنيا إلى بيتنا إلى بيتنا فنحن قدمنا التعليم والمتعة آخر شيء هون عم حكيني على الاختراعين هدول الاختراعين هدول خلينا هيك تمام يانداكي رسيندكي آلت ألو أسترو جاليو جاليو بالتركي جاليلي بالانجليزيه غاليليو تمام يعني هذا tarafında yapılan bir teleskoptur yani هذا التلسكوب تم اختراعه من قبل العالم عالم الفلك استرونوم عالم الفلك المشهور انه المشهور غاليليو Galileo aya ve gezegenlere bakmak için bu aleti kullanmıştır yani استخدم غاليليو هذه الاله حتى ينظر ve, ve gezegenler ,ge -ge 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 kuvakb gezegenlerlerlera ila kuvakb bir fotoğrafla bahsediniz hani bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmek gö görmüş olduğunuz insanları yerleri ve olayları kaydetmenin kolay bir yoludur. yani التقاط الصور فوتوغراف تشيك ميك التقاط الصور عن طريق ماكينه التصوير هي او اله التصوير هي يعتبر شو بنقول طريقه سهله يعني كولاي طريقه سهله لتخزين او تسجيل الاشخاص او صور الاشخاص و الاماكن والاحداث اللي بتمر فيها او اللي بتشوفها بهالطريقه هاي بكون خلص معنا النص هلا نكفي على الاسئله راح نكفي راح نكفي على الاسئله نشوف ان شاء الله تعالى ما يطول الفيديو الاول كالعادة ثلاث كلمات بدنا نطالعه من سوزنيك اول كلمه فابريكا المعمل او المصنع بنقول ايش لين ما مش ايش لين ما مش غير مصنع يعني غير مصنع فيا يارو ايش لين ايش لين مش يو مصنع نص تصنيع ماديلرينين يعني مواد غير مصنعة أو مصنعة نص تصنيع ماكينة أراج في بنزيري بواسطة الماكينة هلا بنشرح شو الماكينة أو الآلات يعني أو الأراج أو الوسائط أو, أو ال... وسائط النقل أي وسيلة نقل اسمها أراج بنزيري إلى إشلينيريك تكي... تكتيمة هازر دوروما جاتير جاتيريل ديغي آه يعني انه يحولو المواد الغير مصنعة او المصنعة للتصنيع الى مواد آه قابلة للاستهلاك قابلة للاستهلاك تكات قابلة للاستهلاك تكات ايش لان ان تصنيع اللي تصبح قابلة للاستهلاك هازر آه دوروما جاترين كورو لوشو مؤسسه صناعي مؤسسه صناعي بتم فيها تصنيع المواد غير مصنعه او المصنعه نص تصنيع لتصبح قابله للاستهلاك هذا بنقول لها فابريكا الكلمه الثانية ماكينه ماكينه الالي اي اله كانت هير هانجي بير انرجي ترنو انرجي ترنو باشكا بير انرجي دونوش ترمك ايشن بير لاشتري ريل مش آلت لير, لير بوتونو يعني هي عبارة عن قطع تجميع قطع مجمعة موحدة لأجل تحويل الانرجي طاقة ترم نوع من أجل تحويل نوع طاقة إلى نوع آخر مثلاً حركي إلى كهرباء مثلاً يعني من أجل تحويل نوع طاقة إلى نوع آخر هي منقول ماكينة ماكينة تلسكوب أوزاي ميرجي أوزاي 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 الفضاء أوزاي إلى الفضاء ميرجيك ليري لير لا لي ميرجيك العدسي العدسي تبع ال موجود وحده هون وحده هون العدسي تبع التلسكوب ميرجيك ل بلوره يعني ميرجيك لير ل لي ياكلان ياكلاش, ياكلاش ما yaklaşmasını sağlayan بتقدم هالعدسات هي بتخلينا بتقرب مسافات كتير كبيرة بعيدة لحتى تقرب لنا اياها لعنا جوك بيل يعني معلومات او هون خلينا نكف هي هي الكلمة جوزليم لير يعني بنسجل ملاحظات جوزليم ملاحظة بنسجل ملاحظات عن الفلك عن الفلك من خلال هال الماكينه او من خلال هال الهي التلسكوب كلان اوبتيك اي ايجت اوبتيك بصري يعني وايجت جهاز جهاز يعني آلي او جهاز بصري جهاز بصري بيقدم لنا من خلاله انه نشوف الفلك ونسجل ملاحظات عن الفلك هاي مختصر الكلام الاسئله سهله بولوش ندمك بير شيين قلنا تحويل او عمل شيء بطريقه مختلفه عن يعني الطرق السابقه او طريقه جديده بشكل جديد بير شيين daha farklı بير شكل دي يا yapılması ان لا منا جليل. Buzdolabı icad edilmeden önce yiyecekler nasıl saklanıyordu? Kif kanı xabbo saklanıyor, xabbe. Kif kanı xabbo, akıl, kabul mi yıktırga tılaj veya bırat, kılna, kılna kanı yıptuğum bir kovalı buz kibiri. Yiyecekler büyük buz kütü kütlerinin kütle 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 yani çok fi yani kovalı buz kibiri içinde serin tutulurdu. tekerle ke tekerlek bulunmadan önce insanların yükle yüklerini nasıl taşıyordu كيف كان الانسان ينقل الشغلات الكبيره الشغلات الضخمه قبل ما يخترع الدولاب شو قلنا عن طريق انه الدفش او الدحرجي عن طريق الدحرجي يوفر لا يراك هانجي اماتشلا اماتشلارلا تلفزيون ازلرز إز كي من اجل اي اي هدف نحن من لاجل اي هدف نحن نتفرج على التلفزيون هابير الما من اجل الاخبار ناخذ خ... خل... نحصل الاخبار إيرين مي التعليم في ايلين مي ال... الاستمتاع يعني جيبي اماتش لار لا ازلير اخر سؤال تلسكوب هانجي اماتش لا ايجاد ايديل مشتر التلسكوب من اجل شو اخترعوه ايا ما قلنا من اجل انه يراقبوا القمر والكواكب ايا في جيزيجين ليري باك ايجاد ايدي المشتر طيب نروح على السؤال اللي بعده هون عندنا ايش انلملي سؤال كثير سهل كثير بسيط ايش انلملي بدنا طبعا قبل ايش انلملي هون عفوا لا نسينا في عندنا بدنا عنوانين للنص غير العنوان الموجود كتبنا ايجاد لار كمان المخترعين او المخترعين وعنا تكنولوجي التكنولوجيا هون عنا سؤال ايش انظم الكلمتين ايش انظم بدنا نلونهم مثل بعضهم نرجع من أكد عفوا ايه زط انظم صار صرنا ساعه نقول ايش انظم له زط انظم يعني كلمتين بعكس بعضهم اما ايش انظم كلمتين بنفس المعنى كلمتين بنفس المعنى مكتب اوكول ااا إيه مثلا معلم اورنجي إيه طالب هي اسمون ايش انظم اما اما مثلا مثلا جواب 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 يانط مثلا صورو سوال هدول كلاتون ايش انظم اما كلمتين بعكس بعضهم مثل جواب و صورو مثلا هدول كلمتين بنقول لهم زت انظم اذن قصة طويل قصير ششمان سمين زايف ضعيف مثلا نحيف هذول زت انلملي كلمتين بعكس بعضهم هلق نحن بدنا ندور على الزت انلملي مثلا اول كلمه üzüntü حزين سيفينج أه فرح او سعيد اذا أوزونتو راح نلونه بالازرق على السريع راح انا هلق الون هيك كيف ما كان وبرجع اخر الفيديو بعمل لكم لقطه عليهم وبفرجيكم شلون صاروا اذا ضل عنا وقت نلونه على مهلنا اذا هذا اول اول وحده اذا أوزونتو الايش انلملي تبعها سيفينج بعده عنا كيجا كيجا gündüz، كيجا الليل جندوس نهار جندوس نهار نروح على بعدها خفيف <تصفح> <تصفح> خفيف ار ثقيل ننتبه هون او قبل الار الاو قبل الار بيعنا كلمه بتشبه ا ر ا ر ر ار قبل الاو هديك الالم او الوجع نروح اللي بعدها عندنا ادل مكافاه ادل شو عكسها جزاء جيزا مخالفه او مكافاه بعده سافاج الحرب بارش السلام <applause> افه متزوج يعني بيكار اعزب غير متزوج ياشلو <applause> زميل كبير بالعمر شخص كبير بالعمر جنش الشاب نمر على ضرر ضرر كار الكار الربح او الفائده اشال تحت يكار فوق مثل ما قلنا باخر فيديو اذا ضل عندنا وقت من اذا ما ضل عندنا وقت بلونهم لحاله وبفرجيكم لقطه عليهم <applause> هون عندنا سؤال لحالكم انتم بدكم انتم بينكم بين رفقاتكم بالصف رح تجاوبوا عليه قولوا ايش كيف اثرت تاثير كيف اثرت الاختراعات على حياتنا طبعا بدكم بتقول انه سهلتنا حياتنا كثير مثلا صرنا بنحسن نحكي مع ناس بعيدين كثير عنا بلحظات بينما القديم كان يطور كثير لحتى نحسن نصل للناس اللي بغير دولي او بغير حتى ايل او شهير غير مديني مثلا الاعمال اعمال البيت صارت تنعمل بوقت اقصر من الوقت السابق يعني من الحكي هذا هون عندنا قصا جيسكي قصا جيسكي هاي لشو بنستخدمها لاربع لأ حالات اول حالة سطر سنونا سغميان كلمه لري اير ماك ايشين كلانر اذا ما وسع معانا الكلمه باخر سطر اذا ما وسع معانا الكلمه باخر سطر نروح وين ما بدكن على اي نص بنفرجيكم شلون ما وسع معانا الكلمه باخر سطر بس بنحط بنحط مثلا هون شايفينها هون عندنا وحده هون هون مو وسعان ما هون وهون مو وسعان ما هون هون عندنا اه تا شيورمش تا ما وسعت هاي تا شو عاملين حاطين هجاي وحاطين شخطة هاي الشخطة اللي عم نحكي عليها ومكفين هون تمام اذا اه اول حالي اذا ما وسع معنا السطر اخر كلمة ما وسع معنا السطر بنحط شخطة ومنكفي هون بس هي الى شروط لحالة حكينا عليها بدرس سابق اهم شرط انه اه يكون هون الموجود هون قبل الشخطة يكون هجايات كاملة then هون تشوفوا تشك تلار تشك تلار ما بصير اكتب تش شخطه ك تلار لا غلط بدي يكون هون هجاي كاملي والهجاي هاي شرط ان ما يكون حرف واحد مثلا اجي اكتب او شخطه كول او كول قول هي هجايتين هي هون هجاي حطيت هون هجاي هون هجاي ما بصير من الشروط انه ما يكون هون الشيء هجاي ما يكون حرف واحد ما بصير من حرفين واكثر اذا بنحط مثال عليها هون تركيانين يعني باشكنت يعني باشكنتي باش عاصمة تركيا أن مثلا أنا هون هون بسع معي بس أنا فرضا هون أنا خلص معي السطر أن بحط آه شخطة بكفي هون أن كارادا أن حطيت هون هي جاي كاملة شخطة اللي, اللي عم نحكي عليها اللي هي قصاجيسكي وكفيناهم بالسطر اللي بعده هاي اول حالي ثاني حالي اذا كان كلمتين لهم علاقه ببعضهم يعني في علاقه مرتبطه بين بعضهم بنحط بيناتهم شخطه مثلا هون انقره اسطنبول انقره اسطنبول اراس ياكلاشيك 5 ساعات سرير. يعني بين انقره واسطنبول تقريبا خمس ساعات مشي بالسيارة يعني هون كتبنا جملة مثلها هاتاي اسطنبول اراسي كاتش كيلومتر دير. يعني بين هاتاي واسطنبول كم كيلومتر سؤال الحالة الثالثة ماتماتيك اكسي شارتية ريني كولانر يعني بنستخدمها بالكتاب الرياضيات بالماتماتيك بشغلات الماتماتيك كشارة اكسي اون التي اكسي دورت اون كدير هون مثلا اون بي 185 اكسي 35 اشتر 100 150 تير اذا كلمة لري الحالة الرابعة كلمة هيجي لريني أيرمك كلنا نر يعني إذا بدنا نكتب هجايات أي كلمة بنحط بين الهجايات بنحط القصة جيسكي مثلا كي تاب لوك لار كي تاب لك لار يعني المكتبات سجوغو دورت دين أولو شر مكونة هالكلمة هاي كي تاب لك لار مكونة من أربع هجايات من أربع هجايات السؤال اللي بعده عم يقول لي شوف لنا الخطا وين موجود بالاحرف الكبيره بالنسبه للحروف الكبيره وصحها طبعا هون عندنا انقره لازم يكون اول حرف كبير لانه اسم شهير هون عندي لازم يكون عندي لانه هذا القصات لما يعني اختصار بي تي تي لازم يكون كلتين حروف كبيره بي تي تي شوفوا هون رجعنا كتبنا الجمله نفسها ما بدي ارجع اقراها رجعنا كتبنا نفس الجمله بس الانقره كتبتها حرف كبير اه وهون عندي بيتيتي كتبتين حروف كبيرة كلياتهم هون عندي آه اي فالك لوك هون اسم ايل تشي معناته أي اسم شهير اسم آه مدينة وبالتالي لازم يكونوا كمان حرف كبير اي فالك هون كتبناها نفس الجملة ما غيرت بها شيء بس الا آه عملتها ا آه كبيرة هون نفس الشيء اسيا اسم قارة أو أوروبا اسم قارة اثنيناتهم لازم يكون أول حرف كبير وآخر شيء هون عندي إسطنبول لازم يكون حرف كبير يونيفرستي لازم يكون حرف كبير جامعة إسطنبول والسؤال الأخير هذا بدنا ناخده نكتبه هاد هذا الكلام بدنا ناخده نكتبه هون بطريقة يكون مرتبة وخط حلو بهذه الطريقة هاي بكون خلص الدرس إن شاء الله تعالى يكون حسنت إني أفيدكم بشيء ربي يحميكم ووفقكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله هلق راح ألون هاي وأرجع أفرجيكم إياها شلون بدها تصير